أكد سعادة النائب علي العرادي نائب الأول رئيس مجلس النواب على ما توليه مملكة البحرين من جهود دولية بارزة في دعم قضايا التسامح الديني والتعايش السلمي والسلام بفضل ما تحقق لمملكة البحرين من منجزات حضارية أرسى قواعدها المشروع الإصلاحي لجلالة عاهل البلاد المفدى جاء ذلك خلال ترأس سعادة النائب علي العرادي اجتماعا نيابيا مع وفد من أعضاء البرلمان البريطاني برئاسة سعادة النائب رحمن تشيتشي مؤكدا على اهميه تبادل الزيارات واللقاءات وما لها من تاثير في دعم سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ودعم المواقف المشتركه بين البلدين الصديقين. وقد اطلع الوفد على تاريخ المسيره الديمقراطيه التي تشهدها البحرين. والتطرق لاليه عمل المجلس النيابي والادوات التشريعيه والرقابيه. من جهته أكد سعادة النائب رحمان تشيشي عضو البرلمان البريطاني على ما تشهده مملكة البحرين من تسامح ديني وتعايش سلمي يجمع كافة مكونات المجتمع البحريني ومشيدا بما تتمتع به البحرين من حياة ديمقراطية حديثة وما يبذله مجلس النواب من مساعي لدعم التشريعات التي تصب في تنمية كافة القطاعات